الشهادة تعتبر بطولة هي طبيعي أن يخرج فيها بتصورات مشتركة أو أربع حالات الشباب. طبعا لا أطلع عليكم، أعتقد أن البيان الإشهاد فيه الكفاية وفيه ما يبغي. يلتقي شباب الثورة في المؤتمر العام الختامي لإعلان رؤاهم وتصوراتهم في صنعاء والتي ستقدم إلى مؤتمر الحوار الوطني باسم الشباب. وفي هذا الصدد نحب أن نؤكد على الآتي: أولاً، المؤتمر الوطني العام للشباب لقاء شبابي تشارك فيه كافة القوى الشبابية المؤمنة بالتغيير. ثانياً، الحوار قيمة حضارية نؤمن بها كوسيلة للعبور إلى بوابة الغد المشرق. لا يمكن لهذه القيمة أن تؤتي ثمارها ما لم يتم تهيئة الأرضية المناسبة لذلك. ثالثاً، المؤتمر الوطني العام للشباب سيعمل على بلورة رؤى شبابية صادقة بعيداً عن أي وصاية سياسية وفق شراكة وطنية شبابية فاعلة. رابعاً، نهيب بكافة الجهات ذات العلاقة الداخلية وخارجية التعاون مع شباب الدورة لإنجاح مؤتمرهم وتهيئة كافة الأدوار المناسبة لعملهم. خامساً، ندعو جميع الشابات وشباب الدورة إلى التثاني وبذل الجهد في خدمة وطنهم من خلال مشاركتهم الفاعلة بتقديم رؤاهم وتصوراتهم في فعاليات الورش والمؤتمر العام للشباب. المجد والخلود للشهداء، الشفاء للجرحى، النصر للثورة الشبابية الشعبية، وعاشت الثورة الشبابية حرة أبية. صادر عن لجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني العام للشباب بتاريخ 26 في كل الساحات والميادين وكل شباب اليمن. يهمنا أن تكون رؤيتنا موحدة بغض النظر عن الأشخاص، وبالتالي على كل شخص سيكون في اللجنة التحضيرية العليا أو في الليانة التحضيرية الفرعية للمحافظات ملزم بأن يمثل شباب الثورة بكل ما يحملون من لغوة إلى أي جهة كانت. يجب فيما يخص الأساس الذي على أساس تم تشكيل اللجنة التحضيرية. بخصوص أخواتنا الثائرات أعضاء اللجنة التحضيرية، إحنا طلبنا منهم قراءة البيان، يعني أن يسهمنا بقراءة البيان، وهم تنازل عن طيب خاطر وقلنا لا نريد أن نقرأ، قلنا لا يصلح أن تكون حاضرات ولا تكون مشاركات في أي عمل، وأعتقد هم موجودات وممكن حتى تتقصر الحقيقة منهن، يعني هم الرفض هذا.